الاكسبيرمنت اللي بقى كده يا شباب حاجه اسمها سهلي سهلي ابريتو سهلي بقى عالي. بنقيس حاجه اسمها هيموجلوبين او هيموجلوبين كونتنت. هيموجلوبين مين؟ كونتنت. يعني كلمه يعني كلمه هيموجلوبين كونتنت الاول؟ هيموجلوبين كونتنت معناها كم جرام هيموجلوبين؟ هنقول الرقم موجودين في 100 مللي بلاد. كم جرام هيموجلوبين موجودين في 100 مللي بلاد؟ طبعا الهيموجلوبين ده يا جماعه قاعد جوه مين؟ انسايد ريد بلاد سيل. طيب اللي هو تقريبا كام؟ تقريبا 15. لكن هو بيختلف يا جماعه طبعا لو في شخص عنده ريد بلاد سيل كتير يلا يلا بالعقل الهيموجلوبين كونتنت بتاعه يبقى عالي. طب لو عنده انيميا او سيل قليله هتلاقي الهيموجلوبين كونتنت مينها اقل واضحه هو يعني 16 مش عارف في الادر كمين مش عارف 14 في الادر كمين. النيولي بورن انفنت هتلاقيه عالي جدا ممكن يوصل 18. معنى دي قلناها بقى النيولي بورن انفنت بيبقى نازل بعدد مين؟ عدد كبير من كرات الدم. بنقيسها ازاي بقى؟ ازاي بنقيسها؟ المفروض برضه كان اكسبيرمنت لو في معدات كنا نشوفها. ولكن بص معايا الجهاز بتاع سهل دوت سهل اسمه سهل 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 هيمو جلوبينومتر هيمو جلوبينومتر او هومومتر ساعات عشان نسهلها النطق هومومتر سهل دوت ايه بقى السهل هومومتر او هيمومتر انا عندي في عندكم لو انت شفتها او طبعا لو شفتها اصلا لو فتحت البي دي اف بتاعي عندك على اللابتوب او الموبايل هتشوفها بالالوان هتلاقي في عندي في تو لاترال تيوب حاجه بلاستيك كده وهنا فيها يا جماعه فيكس تيوب يعني انبوبه فيكس يعني انبوبه اصلا ثابته وهنا برضه انبوبه ثابته. طيب الانبوبه دي يا جماعه هو الانبوبتين دولت قال لك تو ستاندرد جولدن براون مش عارف تنتد تيوب يعني خلاص الكلام دول ممكن يا جماعه لونهم بني ذهبي او بني غامق شويه ماشي او لا يعني فاتح شويه بني فاتح هنعرف هم ايه دورهم في العمليه. وفي عندي سنترال انبوبه ثانيه بقى خالص الانبوبه دي اسمها يا جماعه؟ اسمها سنترال فري جراديويتد دايليوتنج عباره عن مثلا ده واحد مثلا محمد علي محمدين حموده سنترال فري جراديويتد دايليوتنج تيوب ما شاء الله ده الاسم بتاعها سنترال لانها في السنتر لانها فين؟ ما بين فري انا دي فيكسد يعني فري انا ممكن مينها؟ ممكن اشيلها وايه؟ اشيلها واحطها سنتر في جريدينت يعني مدرجه ازاي بقى؟ مدرجه في تدريج يا جماعه بيبقى ما بين 2 جرام ل 24 جرام طبعا بيتميل في حاجه يعني لما اخد القرايه مثلا لقيتها مثلا 15 جرام مثلا معناها ايه ها؟ يعني معناها الهيموجلوبين 15 جرام لكل 100 مللي جرام او ساعات بيبقى في ترقيم تاني ترقيم يعني انبوبه ليها ناحيتين ناحيه ترقيم بالجرام وناحيه ترقيم بحاجه اسمها بالسنت يعني ابتداء من 20% مثلا لحد 42%. طبعا الحاجه لما تبقى طبيعيه تبقى كام؟ اي حاجه طبيعيه 100% اي حاجه طبيعيه مكان
لو لينا يا جماعه 100% 100% هنا تتاكد بيكون قصادها على طول تقريبا 15 هو 15 ده اللي هو الطبيعي في حاجه واضحه ولا او 14 ونص يعني. طيب المهم ان الانبوبه دي مدرجه مره مين قصدي ناحيه فين ها؟ جرام لكل 2 اللي هو ده. يا اما حاجه اسمها برسنت يعني هو بيقول الهجوم ده كام في المية؟ كام في المية من الطريقة؟ هل هو 10% 50% 20%؟ هوريكم هقول لكم دلوقتي المفروض اوريكم المفروض كنت اوريكم يعني. المهم في عندي بعد كده دي يا جماعه بنسميها برضو على فكره هيموجلوبين تيوب. هيموجلوبين مين؟ في بقى حاجه اسمها بابل او بابل بتسموها ساعات بابتا او بيسموها بيسموها ايه؟ بابتا مش عارف اللغه العربيه اسمها ايه مش فاكر. المهم البيبت دي يا جماعه هيموجلوبين بيبت. الهيموجلوبين بيبت دي عباره عن جزء ازاز كده بلس وعليه مارك كده عليه علامه يعني دي عباره عن جزء ازاز كده وعليه مارك هنا المارك دي معناها 20 كيوبيك مليمتر او معناها لو انت حولتها لمليمتر معناها 0.2 مليمتر بلد مش بلد بقى يعني عليها علامه كده علامه دي معناها ايه؟ لو وصلت لها لو انت سحبت بلد تحت علامه دي معناها انت سحبت قد ايه؟ طول 20 كيلو او كان خدت مين؟ خدت 2% مللي بلد دي كميه بلد كتيره ولا قليله؟ بقول 2% مللي كميه قليله جدا يا جماعه كميه قليله جدا ماشي هو وبعد كده المهم بعد كده في جزء ثاني بقى الديبت دي في جزء بلس جزء ازاز بلس واس بلس بار وفي بعد كده رابر تيوب رابر تيوب وبعد كده في عندي حاجه اسمها ماوث بيس الماوث بيس دي اللي هي الحته اللي هحطها في الفم ماشي وهشرب ده هقول لكم هتصير هنشرب منين اول فهمنا دلوقتي ايه هي الاجزاء بتاع التجربه ديت ان في عندي حاجه اسمها ده يا جماعه اسمه سهل الهيموجلوبين اللي هو عباره عن تو لاترال فيكس تيوب ولونهم بني خفيف ها وفي عندي سنترال فري مش عارف ليه سموها بقى دايلوتنج هقول لكم دلوقتي هقول لكم عليها المهم بقى انا عندي بقى عندي تاني عندي يا جماعه انبوبه الانبوبه دي فيها سوليوشن اللي هو ان على 10 اتش سي ال حاجه كده مش عارف كنت خدت الكيمياء هناك في حاجه اسمها محلول عيالي مش عارف ولا ما خدتوش حاجه ما خدتوش كيمياء كنا بنصرف في الكيمياء بس لكن بيننا كيمياء ما فهمناش حاجه في حاجه اسمها نورمال سوليوشن نورمال سوليوشن ده بالعربي بنسميه محلول عيالي المحلول ده العيال ده محلول ازاي؟ اشرح كيمياء يا ده تبقى مصيبه اللي هي الجرام اكويفلنت بير ليتر بمعنى باختصار الجرام اكويفلنت اللي هو يقول لك الوزن الجزئي مش عارف بكام اللي هو يا جماعه انا عايز اعمل مين محلول نورمال منين ها؟ من اتش اس ال فبوزن الاتش اس ال اللي هو الوزن اللي ايه الجزئي الجرام المعروف ان الاتش 1 جرام ها مش عارف كرات 35 يبقى كام ها؟ 1 زائد 35 يبقى كام؟ اه طبعا انت مش مضطر بالحاجات دي بس انا مفصلها لك تطلع 36 36 جرام وهو جاي مدوبهم في مين ها؟ مدوبهم في لتر او احط عليهم ميه لحد ما ايه؟ توصل لمين؟ لتر يبقى ده اسمه نورمال سوليوشن منين؟ من الحاجه اللي وزنتها اللي هي الاتش ايه؟ الاتش سالب ولكن يا جماعه المحلول ده يا جماعه ان على 10 فين مين على 10؟ يعني عشر النورمال فهمت حاجه؟ فاعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقوم جاي قاسم دي على 10 يعني معناها ان المحلول ده يا جماعه هيخفف 10 مرات يعني هو اصلا كام؟ 36 جرام اقسمها على 10 يبقى 3 ومين ها؟ 6 من 10 بس يعني
يعني عايز اخففها لكام؟ 10 مرات، يبقى اعمل ايه؟ بدل ما اخد 36 اخد كام؟ عموما ده مش موضوعنا، احنا مش هنا من كليه العلوم انا. المهم في عندي انبوبه جاهزه كده فيها سوليوشن، السوليوشن ده اسمه ايه؟ ان على 10 ها؟ شكرا شكرا. طيب ايه تاني؟ في عندي دروبر، دروبر يعني ايه يا جماعه؟ دروبر يعني قطاره، فاهم؟ عارفين القطاره ولا مش عارفين؟ قطاره ماشي؟ في عندي ديستال ووتر، يعني عندي قنينه كده او كاس فيه ديستال ووتر، ميه مقطره، ميه مين؟ ودي عندي بقى مش هقعد اكتبها، في عندي بريكنج، بريكنج ميديا اللي هي ابره اللي انا هسقط عامل ثقب في مين؟ في الاندكس او في الطم عشان يصل مين؟ يصل بلد، يعني حاجه اسمها اوزين بلد، بلد منسكب خلاص؟ وفي بعد كده فلتر بيبر، فلتر بيبر اللي هو ورق 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 نشاف عشان تقعد في مين ها؟ تمسح مين؟ دم. ولازم يكون مثلا اول قبل ما بعمل الحمايه دي لازم اطهر صباعك الاول. طبعا انا اللي بعملها لك، مش واحد تاني بيعمل لك التجربه. انت عمرك ما هتشك نفسك، عمرك ما هتشك، هتخاف منك. فالمهم يلا بسرعه. جيب الشخص اللي انا عايز اقيس مين؟ صحصح معاه بقى بسرعه كده وسهل خالص. هنعمل ايه؟ نطهر صباعه بالكحول. ماشي؟ خلاص؟ وبعد كده البريكنج نيدل، البريكنج نيدل او اللانسيت المشرط ده. اقوم جاي مين ها؟ اعمل له بريكنج اثقل ها؟ هلاقي مين اللي هيظهر؟ بلاد. المايكرو بيبيتا ديت بس قبل ما اعمل الحركه دي للاسف السنترال فري دايلوشن تيوب هكون يا جماعه محضر فيها يعني حاطط فيها اتش سيل حاطط فيها مين؟ اتش سيل حاطط فيها اتش سيل اللي هو ام على 10 حاطط فيها اتش سيل سوليوشن طيب بكام بقى بحط اتش سيل دي ازاي يا جماعه برضه بالدروبك بالقطاره القطاره دي بدخلها جوه فهمت حاجه؟ تقريبا لو انت نزلت 8 نقط 8 نقط المفروض يا جماعه تحط اتش سيل لحد المارك اللي هي شيفت باي فهمت حاجه؟ لحد المارك اللي عامل اللي هي كام؟ لو انت مش عايز حط 8 نقط بعد كده ايه اللي حصل بقى؟ جبت الشخص قلنا طهرت منها صباعه والكحول وبعد كده عملت فينجر بريك وبعد كده البلاد نزل خلاص بجيب بقى الايه البيبت او البيبته ديت بقوم جاي مين؟ حاطط النوز بتاعها اللي هو الفتحه بتاعتها احطها على مين؟ على نقطه البلاد واعمل سكشن اشطب بس اشطب بالراحه عشان ما اكلش هواء لحد مين؟ لحد المارك اللي هي كام؟ اللي هي 20 كيلو خلاص؟ بعد كده اقوم جاي البيبت دي اقوم جاي مدخلها جوه مين؟ ها؟ السنترال في الريشن تيوب بنزلها تحت خالص خالص واقوم جاي لو يعني تنفخ لما بتنفخ تقوم مين ها؟ توقع مين؟ البلد اللي انت سحبته هنا هي ايه ها؟ هينزل هنا بعد كده في عندك حاجه اسمها ستيرر ستيرر جلاس ستيرر ستيرر اللي هو بيرك او بيهز عمود في جلاس رود قضيب زجاجي بدخله جوه ابتدى واقعد اعمل مين؟ واقعد اعمل مين ها؟ اخلط مين مع مين؟ انا خدت البلد اهو البلد ده اقوم جاي رايح رامي فين ها؟ رامي هنا اصبح هنا بقى مين؟ خلي بالك كان في بلد ومين؟ اتش ال الاتش ال يا جماعه لما يحتك بالبلد يعملها هيموليسيس ريد بلد سيل يعني بلد سيل تنفجر يطلع منها مين؟ الهيموجلوبين، في الحالة دي بسميه أسيد هيماتن بسميه أسيد هيماتن خلاص؟ بيبقى لون بقى لون البلد ده مش لون أحمر يا جماعة بيبقى دارك براون كلر خلاص؟ بعمل إيه بقى بعد كده؟ بالدروبر دي بالقطارة دي بجيب عندي حاجة اسمها ديسل بنين ووتر مية مقطرة وأقعد أعمل إيه؟ أحط نقطة نقطة وكل ما احط نقطه ارد فهمت حاجه؟ بالجزر يعني وكل شويه يعني كل ما احط نقطه ميه فهمت حاجه؟ اعمل حاجه اسمها ماتشنج يعني يضاهي يعني اشوف اللون بتاع مين؟ بتاع السنترال في دلشن بقى لون مين؟ فهمت حاجه؟ بقى لون الانابيب اللي هي بتكسر عندي ولا لا؟ لا انا قلت لك دي بتبقى يعني براونش خفيف يعني ده كان دارك براون انت بعد كده بتحط مين ها؟ ووتر عشان تعمل دايلوشن عشان كده سميناها ايه؟ سنترال فري جريت
جرادويتد ها دايلوتنج الاند ريزلت بقى او اند بوينت نقطه النهايه امتى؟ لما تلاقي بقى ايه؟ لما تلاقي الكلر بتاع مين ها؟ بتاع الكلر هنا بقى لازم اشوف بقى الارتفاع ده كام بقى؟ الارتفاع هل ده ارتفاع كام بالجرام مثلا؟ بص مثلا ب 12 جرام مثلا او قصاده مثلا وصل 90% في حاجه بس خلاص يبقى كده عرفت حد مين حاجه اسمها مين قولوا كنت عن طريق تجربه او جهاز اسمه سهل اسمه ايه؟ سهل يمثل سهل